من السنن سنة صلاة الزواج، فكيف تكون البداية في هذه الصلاة؟ وهل يصليها الزوج وعروسه كما؟ وهل يكون هو الإمام؟ وهل يجهر بالقراءة أم لا؟ نرجو منكم الإفادة، جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة يجوز أن تصلى جماعة، وفي هذه الحالة يكون الزوج هو الإمام ويجهر بالقراءة، ويجوز أن يصليها كل منهما على حدة، وتكون القراءة في ذلك سرا وليست هي واجبة، وإنما هي من المستحبات، حتى تكون الألفة بينهما مبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى من أول لقاء بينهما. وإنما تكون هذه الصلاة عندما يدخل الزوج على زوجته ويلتقي بها قبل أن تتم المعاشرة بينهما.